أي طول أحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم جبت لكم طريقة معجونة الجبسن بورد، كيف نشتغلها بحذافيرها، وإن شاء الله أنه الكل بيستفيد. بدنا نسمع الفيديو ونستمتع فيه ونشوفه أول بأول، وإن شاء الله أنه الكل بيستفيد منه. لنطلب منكم فقط لا غير الدعاء يعني إن شاء الله. الآن طبعا بنفتح بداية اللوح ونهاية اللوح، مش المنطقة اللي بكون فيها حل الشركة، المنطقة المنخفضة اللي شايفين، بس بداية اللوح ونهاية اللوح لأنه ما فيها أصلا انحناءات، فهاي المنطقة الوحيدة اللي بنفتحها. أما إذا كان بحل الشركة في مشاكل وإشي مضرب، أوكي بنزيله، بس ما بنيجي نكشرها. في بعض الفيديوهات أنا حضرتها مصيبة، يعني بيكشروها من أولها لآخرها طريقة غلط. أصلاً ألواح بالمصانع، أنا زرت مصنع في رابغ في ينبع أقصد، يعني المية دوب بيحطوها، فهو اللوح بيعتمد عندهم إنه على الضغط أكثر من ما إنه يكون شارب مي، فعشان هيك ما بكون قاس كثير. وهيك بنفتح اللوح بدايته ونهايته. والآن الشغلة اللي أنتوا راح تستغربوها شوي، اللي هي المعجونة، معجونة الشبابيك. إحنا بنستخدمها هاي المعجونة بين الفواصل قبل الشبر، بأي فاصل بأي مكان في فراغ قبل الشبر. ليش؟ لأنه أنا بدي أحل مشكلة ما بعد المعجنة اللي هي بصير فيه تصديع بالجبسن بورد، كثير الناس بتعاني منها ولا حتى المصانع لقت لها حل. إحنا جربناها في أكثر من مكان، تمام، أعطتنا نتيجة إنه ما في تصديع. طبعاً الحلو فيها إنه هاي الشغلة بتمنع التمدد والتقلص، فعشان هيك ببينش اللي هو التحزيز بالجبسن بورد ما بعد تركيبه شهر أو شهرين أو ثلاثة، بتعرفوا إنه درجة الحرارة ما تغير بين التمدد والتقلص لما تشغل الصوب أو تشغل الكونديشن أو درجة الطقس تبع الغرفة، لأنه مختلف. يعني تعرفوا الحديد الداخلي مختلف عن الجبسن بورد من حيث استقباله للحرارة وتمدده وتقلصه. فهيك بعد ما حطينا معجونة الشبابيك بنسحبها على المكشطة، مكشطة البلاستيك أو المشحات زي ما بتسموه. بالله يا أخوان إنه أنا دائماً بعطي مسميات لعدد، وبتعرفوا مثلاً عندي بالأردن أو بالعراق أو بسوريا لهجتنا تقريباً قريبة من بعض كثير، حتى مسميات المواد يعني اللي بنشتغل فيها، بينما الدول الثانية العربية إن شاء الله ما بكون في مسميات ثانية. فخلينا يعني كل واحد يكتب اسم المعدات، اسم الكذا، لأن احنا بنسمي اشي وفلان بسمي اشي مثلا زي مصر او كذا او دول الخليج. وهيك طبعا بنسحب معجونة الشبابيك، احنا بهمنا انه يكون بس بين الحلول يعني موجودة المعجونة، يعني ما بدي اياك تفردها، انا بتفرد معي اجباري، بس هي يعني ما بدنا اياك تفردها بالاصل. طبعا مباشرة بعد ما مديت معجونة الشبابيك، تمام، بتلبس الشبر مباشرة، بحيث انه اذا كان المعجونة تبعت الشبابيك بعدها لسه طرية يمشي الشبر معي بكل سهولة. طبعا الشبر معروف انه يعني ما بده انه اشي يلزقه لانه في مادة لاصقة، الا بعض الانواع طبعا. وهيك بنشبر، وين بنشبر؟ بنحط الشبر او الشاش، تمام، بنشبره بين الفواصل، وين في فاصل بنبلش نشبر عليها، بنحط يعني شبر مش بنشبر بالتشبير، تمام. وهيك بالمشرط طبعا بتحط الأولى والثانية، وبعدين بتبلش تقطعها بعد ما تركبها. طبعا هو بيلزق مباشرة.
احنا بالاصل مفروض فينا ان اشتغلنا كمان التيب كورنر. مبدا التيب كورنر طبعا سهل، بس احنا يعني الشغل اللي مشتغلينه الداير صحراء كبير له زاويه، زاويه جبسن بورد، ولكن هو بده يركب المنطقه هاي جبسن، فاحنا مش بحاجه التيب كورنر. والتيب كورنر بشكل عام يعني انا بالنسبه لي بشوفه بضخم وببهدل الشغل، يعني مش بحاجته. طبعا بين الفواصل هون بين اللوح واللوح، لانه محطوط شبر من المنطقه الثانيه، ما بصير اني اركب البس شبر فوق شبر، لا خلص بفصل المنطقه اللي مشبر عليها وبحط شبر بالمكان الفارغ، ما بخليهم يلبسن على بعض عشان ما يعطيني سمك بالمناطق هاي. والان بنبلش نمعجن بماده الفيلر. ماده الفيلر ماده فيها سيليكا، تمام؟ السيليكا هاي خشنه شوي، تمام؟ هاي اول مرحله لازم تنشغل، يعني مش في ناس بتمعجن معجون الطلس، تمام؟ مباشره فكروا انه هاي المعجونه خلاص اوكي تمام. طبعا بنمعجن بالفيلر اللي هو فيه ماده السيليكا اكريليكي طبعا هو، وبنسكر بهالمعجونه بين الفواصل. يعني اذا بتلاحظوا الان انه المعجونه قاعده بتعبي بين الفواصل مباشره، يعني الفاصل كلياته معبى. طبعا منطقه بدايه اللوح ونهايه اللوح بتعرف انها منطقه ما فيها انحناء او تجويف للداخل، فانا الان بدلكم كمان شوي ان شاء الله كيف انه احنا نمعجنها، تمام؟ وما يبين انه في نتوء بارز، تمام؟ طبعا هيك بالمعجن الفيلر. طبعا معجونه الفيلر بدي تعرف انه هاي المعجونه ما بصير انك تشتغل عليها مباشره طوالي، لازم انه خلص الوجه الاول جف بعدين الوجه الثاني. طبعا انت بامكانك اذا كنت انت شاطر وما شاء الله عليك تجيبها من الوجه الاول الفيلر، ولكن للتدقيق عبي الفيلر وجهين اللي هو الماده اللي فيها سيليكا. احنا بنسميه فيلر عندنا بالاردن، عندكم بعرف شو بتسموه. المهم هي معجونه فيها ماده السيليكا اللي هو زي الرمل، الرمل الصحراء. طبعا السيليكا شيء زجاجي، يعني مش رمل زجاجي يعني يعتبر. وهيك طبعا بنخلصها معجونه. والان بنشتغلها اللي هي معجونه بودره. هاي المعجونه بودره خاصه بالتشققات، خاصة ضد الرطوبة والعفونة والآخرية، وبتسكر هاي المسامات. طبعا بنضيف لها مي، هي اسمها هاي معجونة التشققات. طبعا انا استخدمت ايدي، نسيت اجيب اللي هي الخلاط اللي بيركب على الدريل، فعشان هيك اضطريت اني اخلطها بايدي. طبعا غلط، يعني انا قاعد بشتغل قدامكم غلط، بس اضطريت عشان اخلص الفيديو يعني. ولا هي لازم لا خلص بالماكينه وبتخلطها مزبوط، اما بالايد لا، هذا هاي الماده بالذات بتحرق الايد حرق يعني مش سهلة. والآن تسحبها. طبعا هاي المادة معجونة اسمنتية، معجونة اسمنتية، معجونة تشققات. شوف بلدك شو اسمها وابحث عنها، معجونة تشققات اسمنتية. طبعا المعجونة نفسها بتنخلط تقريبا، يعني مجرد ما انت خلطها اكثر من 4 ساعات خلاص هاي بتخرب كبها يعني، فمفروض فيك انت كهيك معجونه تكون سريع فيها، بالذات اي معجونه فيها معجونه خلط، سواء كانت معاجين الكنب، بتعرف الكنب البودره اللي هي تبعت التشققات بتيجي من 5 كيلو ل 25 كيلو، بينما لا النوعيه اللي انا جايبها لا، هاي
خلاص 25. طبعا هيك بنسحبها. المعجون بهمنا انه يتغطى الفواصل اللي هو الخط اللي بالوسط اللي هو اقل من سنتي. والان بنشتغل معجون تطلس. المعجون العادية طبعا هاي المعجون الناعمة تمام اللي هي المرحلة النهائية تمام. بنبلش المعجن ب السقف طبعا من هاي المادة. طبعا هي معجون العادية، معجونة الطلس، معجونة السلكة كوت اللي بسموها، بس هي معجونة عادية اللي هي الوجه النهائي. هاي المعجونة الآن بدنا نشوف طريقة شغلها. نفس المبدأ طبعا تشتغلها على مشحاف وسكينة حسب المتواجد عندك. هاي معجونة عادية يعني ناعمة جدا جدا، معجونة الجدران نفس المعجون يعني مش. والآن بنبلش المعجن بس بالطريقة انه احنا بنوسع المسافة بالمعجنة، يعني ما بنمعجن على المنطقة اللي كان المعجن عليها الفيلر ومعجنة التشققات، لا بنوسع المساحة. ليش؟ عشان لما انا بدي اجي احف الجدران يعطيني تناسق ويكون يعني نخفي التمويجي زي ما تقولوا، انه لازم تفرد اكثر المعجنة خصوصا على منطقة اللي هي بداية اللوح ونهاية اللوح وليس اطراف الالواح اللي هي داخل لجوه. طبعا للتذكير المرحلة الأولى فتحنا بداية اللوح ونهاية اللوح مش من الوسط اللي هي اللي فيها نتوءات. ثاني مرحلة حطينا معجونة الشبابيك. ثالث مرحلة اللي هي حطينا الشبر أو الشاش. رابع مرحلة حطينا الفيلر. الخامسة حطينا معجونة التشققات اللي تيجي بودرة اللي هي الإسمنتية هاي المعجونة. والثالث مرحلة اللي هي معجونة الطلس تيجي ناعمة. بس هاي هي المبدأ الفيديو. طبعا اللي بدي أذكره إنه ليش استخدمنا معجونة الشبابيك، لأنه الألواح بشكل عام دائما بصير فيها مشاكل. يعني حتى أنا بروح على فنادق 5 نجوم بلاقي المشكلة اللي فيها نفس الشيء، فيه تصديع بين أطراف الألواح يعني وين ما تروح بتلاقيها. فهاي يعني بتحل مشكلة هذا الشيء. والآن طبعا بنمعجن مكان البراغي. طبعا بدنا نعرف إنه هاي من وجهين لثلاث وجوه اللي هو الطلس وعلى البراغي تمام. ويفضل إنك تحف سقف الجبسن بورد على المكن وليس يدوي. المكن بتعطيني ميزان وبتنسق الشغل 100%. وهيك بنكون أنهينا الفيديو، والله يعطيكم ألف ألف عافية. السلام عليكم. إن كانت المسافات تفرقنا فبيت الأحلام للديكور يجمعنا، وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد.